السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشتغل النهاردة على الكونكتيف تيشو فايبرز اند ماتريكس. هو ايه الكونكتيف تيشو ده اصلا؟ ده عبارة عن طالع من الميزوتيرم. احنا عندنا لو انتوا خدتوا في الامبريولوجي اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم، احنا عندنا طبقة الميزوديرم دي اللي بنطلع منها اللي بيطلع منها الكونكتيف تيشو، اكسبت تو سايتس عندنا في جسمنا الهيد اند نيك، دول اللي بيطلعوا من النيورال كريست. الكونكتيف تيشو زي ما احنا هنتكلم هو عبارة عن سيلز، والسيلز دي حواليها اكسترا سيلولار ماتريكس عباره عن فايبرز اند جراوند سبستانس، تمام؟ فاحنا دلوقتي هنبتدي نتكلم عن الفايبرز اللي هي موجوده اكسترا سيلولار. يعني لما اجي اقول لك اتكلمني عن الكونكتيف تيشو هنقسمهم تو بارت، سيلز ودي هتبقى محاضره لوحدها، والنهارده هنتكلم عن الاكسترا سيلولار ماتريكس ودي عباره عن الفايبرز اند جراوند سبستانس. طيب يا دكتوره تعالي نتكلم دلوقتي عن الفايبرز. عندي 3 فايبرز، عندي حاجه اسمها كولاجين فايبرز، ريتيكولار فايبرز اند الاستيك فايبرز. عايزين نتفق على حاجه، ان الريتيكولار فايبرز دي ده طيب من التايبس بتاع الكولاجين فايبر. الكولاجين فايبر زي ما هنتكلم عنه دلوقتي عندنا على الاقل منه 15 تايب، تمام؟ هنحفظ منه كام نوع هقول لكم عليهم. من ضمن الانواع بتاعته اللي عندنا الريتيكولار فايبرز، خلاص الاليستيك فايبرز ده نوع تاني خالص لوحده كده، ملوش علاقه خالص لا بالكولاجين ولا بالريتيكولار، تمام؟ هنيجي نتكلم دلوقتي عن الكولاجين والستبس اوف سنس بتاعه. هو بيتصنع فين؟ عادي بيتصنع في اي خليه. الحاجات المسؤوله عن تصنيع اي بروتين، هو الكولاجين ده عباره عن بروتين، المسؤول عن تصنيع اي بروتين موجود عندنا في الخليه هي الريبوزومز والار اي ار، تمام؟ فاحنا بنصنعه جوه الخليه بنسميه حاجه اسمها برو كولاجين. ده بيجوه بيكون ايه؟ انترا سيلولار برو كولاجين. طيب يا دكتور عايزين نخرجه بره بقى عشان نستخدمه، هنطلعه اكسترا سيلولار. اكسترا سيلولار برو كولاجين هيبقى تروبو كولاجين. بيبقى في عندي اندس كده موجوده، دي اللي ما بتخلينيش اعرف اخليه يبقى في الارنجمنت بتاعه المظبوط، فانا عايزه اشيل الاندس دي اللي انتوا شايفينها دي معايا، بنقطعها بحاجه اسمها بيبتايديز، تمام؟ فانا عندي البرو كولاجين بقى دلوقتي عندي اسمه تروبو كولاجين. لو انتوا خدتوا بالكم معايا ادي تروبو كولاجين وادي تروبو كولاجين وادي تروبو كولاجين، المولكيولز بدات تاخد ارينجمنت معين عشان تعملي واتس كولد فايبريل. فايبريل ده تصغير للفايبر، فايبريل جنب فايبريل هيعمل لنا فايبر، وفي الاخر هنعمل باندل كبيره. يبقى انا عندي لو خدتوا بالكم معايا ادي تروبو كولاجين مولكيول وادي تروبو كولاجين مولكيول وادي تروبو كولاجين. لو اخدت بالكم ان انا هنا عندي في سبيس بين كل مولكيول والتاني، السبيس ده موحد 64 نانومتر بين كل تروبو كولاجين اند زازر، تمام؟ فده هيعمل لي حاجه لما بنيجي نبص عليها في الاي ام، حاجه اسمها اكزيال بريودست. يعني هنلاقي فيه بانز لونها غامق دارك وحاجات لونها لايت، داركس اند لايت دارك اند لايت، فيعمل لك حاجه اسمها اكزيال بريودست. يعني ايه يا دكتوره اكزيال بريودست؟ يعني انا بين كل مولكيول والتاني في سبيس موجود هيبان لي لونه افتح شويه، تمام؟ طيب انا عايزه اتفق معاكم على حاجه، الكولاجين فايبر احنا بنشوفه عادي بالاتش ان دي الصبغات بتاعتنا العاديه جدا، هيبان لونه ايه؟ هياخد هو اللون الاسيدوفيليك باليوسين، هياخد اللون اسيدوفيليك باي يوسين. طب هو ليه سبيشال ستين معينه؟ لو انا عندي الكولاجين فايبر وانا عايزه ابص عليه بسبيشال بحاجه ستين معينه ليه، من اهم الستين بتاعتي حاجه اسمها مالوري وبيبان لونه بلو. يعني كل اللون البلو اللي انتم شايفينه ده كولاجين فايبر، تمام؟ يبقى انا عندي كولاجين الصوره الاولانيه دي كولاجين فايبر باليوسين بالاتش ان دي العاديه، وده كولاجين فايبر بالسبيشال ستين واتس كولد مالوري، وعندي هنا الاي ام عرفناه ازاي بالاي ام، ادي شايف ادي هو لونج فايبرز باين فيها حاجه اسمها اكزيال بريودستي. خلاص يا دكاتره؟ طيب هنيجي بقى للتايبس اوف كولاجين. زي ما اتفقنا انا عندي منه انواع كتير حوالي 28 نوع من الانواع بتاعتهم دي، انا عاوزاك تحفظ لي منهم 5. اول واحد تايب 1، خلي بالكم الكولاجين فايبر ده حاجه بتديني سترينث، بتديني قوه، فانا لما باخدها في الاماكن اللي انا محتاجه فيها قوه. زي ايه؟ زي الانسرشن مثلا بتاع المصل، المصل لما بتيجي تمسك في البون هتمسك في ايه؟ بتندون، تمام؟ فانا محتاجه فيها كولاجين فايبر حاجه تديني سترينث، هيبقى فين؟ في البون، كمان البون نفسه فيه تايب 1 كولاجين فايبر. طب انا لو جيت قلت لك طب تايب 2 موجود فين؟ هتقول لي يا دكتوره في الكارتريج. هنيجي ناخد الكارتريج بعد كده وانت هتعرف الكومبوننت بتاعته. تايب 3 اللي انا لسه بقول لحضراتكم عليه اللي هو الريتيكولار فايبرز. الريتيكولار فايبرز دي ما هي الا نوع من انواع الكولاجين فايبر. موجوده فين الريتيكولار فايبر؟ هنتكلم عليها دلوقتي. دي موجوده في البارينكيماتس اورجان. يعني ايه بارينكيماتس اورجان يا دكتور؟ يعني زي موجوده في الليفر، زي السبلين، يعني زي اورجان ليه سيلز كتير. السيلز دي مش هتبقى ماشية في الهواء، لازم تكون في فايبرز عامله لها سبورت زي الريتيكولار فايبرز. يبقى انا لو جيت قلت لك الريتيكولار فايبرز ويتش تايب اوف ذا كولاجين، حضرتك هتقول لي تايب 3 من الكولاجين فايبر. عندي تايب 4 دي البيزا اللامينا، موجود في البيزا اللامينا واحنا خدناها في الشابتر بتاع الابسيليوم. اخيرا تايب 5 اللي انا محتاجاكم تحفظوه معايا ده موجود فين؟ في البلاد فيزلز. مهم قوي ان احنا نحفظ الانواع.
خلاص ايه الميديكال ابلكيشن عندي للكولاجين فايبر. قبل ما انسى بس ان الكولاجين فايبر عايز اقول لك ان الفايبر لوحده دونت برانش، هو طويل وكل حاجه ولونج بس نوت برانشنج. امال مين اللي بيحصل برانشنج؟ البندل على بعضها ممكن كان برانش. خلاص يا دكاتره، طيب انا ايه المشكله عندي لو انا الكولاجين فايبر بتاعي حصل فيه مشكله في السنسز بتاعه؟ هيحصل لي واتس كولد اوستيوجينيسيس امبرفكت. يعني ايه اوستيوجينيسيس امبرفكت؟ مش انا قلت لك دلوقتي ان انا عندي الكولاجين فايبر موجود تايب 1 في البون، بص البون شكله حصل فيه ابنورمالتي وديفورميتي. لو خدت بالكم فيه في التيس بتاعت العيان ده ويك وشكلها متغير خالص، وهنا العيان هيبقى متعرض لريبيتد فراكشرز كتير، وهيبقى هنا متعرضين لاي ماينور تروما هتاثر عليه. لو خدت بالكم من السكريره بتاعته بدل ما تبقى وايت لونها شكلها متغير شويه، لو خدت بالكم ان هي تبقى لونها شفافه اكتر، لان احنا الكولاجين فايبر فيه مشكله عندي في التصنيع. كل السندروم ده على بقى، وهيبقى عندي كمان سن سكين ويك تندون، لان طالما انا عندي الكولاجين فايبر فيه مشكله فكل الحاجات دي هتبقى موجوده في وات از كولد استيوجينيسيس امبرفكتا. خلاص، يبقى انا لو جيت قلت لك ايه الكلينيكال ابلكيشن للكولاجين فايبرز هتقول لي الاوستيوجينيس امبرفكت. طب في كلينيكال ابلكيشن تاني موجود، حاجه اسمها لو احنا اتعرضت للصن اكسبوجر. الصن اكسبوجر ده برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتكسر لك الكولاجين في وشنا، فهتخلي فيه شويه كرمشه زي اللي موجوده في اهالينا الناس الاكبر شويه بيبان فيهم، لان بيبقى الصن اكسبوجر كانوا بتاعتهم فتراتهم كانت اطول او بيتعرضوا لفتره اطول من للصن اكسبوجر، فدايما هتلاقيهم وشهم مكلمش. واي حد فينا حتى لو احنا صغيرين وتعرضنا للصن اكسبوجر ده بيكسر الكولاجين، والكولاجين هو اللي بيخلي وشك مشدود وما يبقاش فيه كلمش. هنيجي دلوقتي للريتيكولار فايبرز. احنا خلاص اتفقنا في كلام كله معاد ان هي كولاجين تايب 3. هي عباره عن ايه كولاجين؟ لو انتوا خدتوا بالكم هي حاجات صغننه كده، مفتفته صغننه، يبقى هو ايه سمول وبرانشنج. على عكس مين؟ الكولاجين فايبر ما كانش برانشنج، يبقى الريتيكولار فايبرز سمول وبرانشنج. وظيفه الريتيكولار فايبرز دي بتعمل ايه يا دكاتره؟ بتعمل سبورت، بنعمل سبورت البانكيماتس اورجان. حاجه بس مهمه انا نسيت اقولها لكم، ان انا عندي الريتيكولار فايبرز دي بتطلع من خليه اسمها فايبروبلاست، ودي برده الفايبروبلاست اللي بتطلع لنا الكولاجين فايبر. اهم خليه في الكونكتيف تيشو كله هي الفايبروبلاست. لو انا قلت لك ايه هي بتعمل ايه وظيفتها ايه، هتطلع لنا الكولاجين فايبر، بتطلع لنا الريتيكولار فايبرز، بتطلع لنا معظم الفايبرز الموجوده في الكونكتيف تيشو. فمهمه جدا بالنسبه لي تحفظوا خليه اسمها فايبروبلاست. الريتيكولار فايبرز هضيف على الفايبروبلاست حاجه ثانيه، حاجه اسمها ريتيكولار سيل. خلاص، يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي الريتيكولار فايبر ده طيب من انواع الكولاجين اسمه الكولاجين تايب 3. بتطلع منين؟ من خليه اسمها فايبروبلاست. شكلها عامل ازاي؟ زي ما انتم شايفين يا دكاتره كده سمول وبرانش. النوع الثالث من الفايبرز اسمه الاستيك فايبرز. الاستيك فايبرز دي جايه من اسمها، هتبقى الاستيك اور استريتشبل. تمام، هيبقى الاستيك اند استريتشبل. لونها ايه في الفريش ستيت بتاعتها؟ بيبقى يلو. طب انا ليه هنا جبت عايزه اقول لك ان انا يلو؟ عشان اقول لك ان انا الكولاجين فايبر في الفريش ستيت بتاعته بيكون وايت، انما الالاستيك فايبرز بيكون لونها يلو. خلاص، مين اللي بيصنعنا؟ احنا اتفقنا